مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا يا أخي. شو في؟ ابنكم بالتنظيم مو هيك؟ اسمه عزيز. ايه تقبلني؟ عزيز ابني، انتو بتعرفوا وينه؟ نحن جايين كرماله، إذا بدكم رح ناخدكم لعنده، لكن رح تكلفكم. نحن جاهزين للي بدكم اياه، بس جيبوا لنا ابننا واستعجلوا شوي لأنه مرته رح تتجوز من واحد غيره. لك شو صار لك؟ ابننا مات وبتعرفي إنه استشهد بالجبل وما فيكم ترجعوا للحياة؟ يلا لا أقول لكم غير بيت، يلا. لا تردوا عليه، لا تردوا عليه، جوزي ما بيعرف، ابني لساته عايش. وينه؟ أنا جاهزة للي بدكم اياه، بس جيبوا لي ابني. بسمة بكفي بقى، عزيز مات من زمان، فهمتي؟ هو مات. ما دام هيك ليش جسته ما وصلتنا؟ لك كم مرة بدي اشرح لك؟ فهمي بقى، لا تجننيني يا بسمة، فوتي على البيت. يلا يلا يا اخي، انتوا كمان تفضلوا، لا تجوا لهون بقى. يلا يلا، مو على الفاضي اجوا، بدي ابني. الله يوفقكم، جيبوا لي ابني. بكفي بسمة بكفي. انت مجنونة ولا شو؟ يلا يا أخي، يلا 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 روحوا. طيب مثل ما بدك، نحن حبينا نخدمكم. قومي. وعك تلمسني. أهلا رح يجوزوها لنجلة وانت ما عم تعمل شي. الفرصة اللي عم تجي لعنا عم ترفسها يا صبري. أنا رايحة، رح أبنى على نجلة، ما رح تتجوز من حدا.